السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة الرؤية تبين ظهور أخبار عظيمة وفتن وظلم شديد سيحيق في أهل الأرض في هذا العام، يعني 2020. بقول لك رأيت هدهد كبير في السماء سوداء ينفث نار وتحرق البيوت وكأنه يوم القيامة. أحباب الله، الهدهد كما تعلموا جاب خبر من بلقيس لسيدنا سليمان، فالهدهد صادق. هو رأى الهدهد كبير في السماء ينفث النار، يعني النار تدل على الفتنة. إذا رايح تكون أخبار عظيمة وفتن وظلم شديد سيحق في أهل الأرض في هذا العام. اللهم ابعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلى وأعلم. اللهم اجعل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.